الكواليس لما شفت شكران عن جد بكيت، استقبلتني بكل الحنية والحب، مثل كأنه قلبها كان اسمه سوريا ومثل كأنه لهفتي كانت اسمها لبنان. بدي أقدم تعزيل حارة للفنان الكبير شكران، يلي من الأشخاص يلي بيمثل سوريا الحبيبي خير تمثيل بحبها وبلهفتها للآخر. اسمها شكران، وأنا باسمها بدي أشكرها باسمها عدة مرات لأنه خلقت واسمها معها، وكلها تفاؤل هالست، وكلها تناغم على بعضها وصادقة. بدي أشكرها من كل قلبي. بالنسبة للديو، بفتكر أني غنيت ديو مع عملاق كتير كبير اسمه الأستاذ وديع الصافي الراحل، والأغنية الثانية أو ديو الثاني، وبعدين عملت ديو ثاني وطني كان مع الأستاذ ملحم بركات. في إذا بدي أفكر بديو بدي يكون على هذا المستوى. وهيك نحن قلت لها طلعي من وجهي ما قادرة بقى أشوفك، لأنه بعرف قديش صادقة بحبها. ولما طلعت على المسرح أخذني الحنين والذكريات لأهم الحفلات والمهرجانات يلي عملتها بهيدا البلد يلي ما بقدر بنساها. فت على الأوتيل شميت ريحة النصر، شميت ريحة الفرح، شميت ريحة النجاح. هيدا كله بيعني لي، هيدا كله بذكرتي. هالحلم البعيد اللي كان من بعد ما بهالبلد اتوجت مطربة بقلوب كل الناس، كان في بعد بظروف، ولكن دايماً دايماً منقول بده يطلع الضوء، بده يطلع النهار، وأول ما بدها تشرق الشمس لازم كون ارجع شوف أحبابي وأهلي وأصحابي بسوريا. أنا ما بحب الفرضيات، بحب الواقع، والواقع اللي فيني نفذه، لأنه الفرضي طالما هو فرضي وعم نتخيله يعني هو واقعي. فأنا بلقط الواقع وبقول له بدنا نكون كلنا سوا بالعالم العربي إيد وحدة، وإلا ما بيصير. هيدا المسرح كان إلي الشرف إن تقدمني فنانة بتمثل سوريا بحجم شكران وبقلبها وبحبها. أنا وطالع على خشبة المسرح، أنا وطالع على الدرج، تذكرت دراج طلعت عليها بهيدا البلد، كنت طالعة ولا مرة نزلت، بمحبة الناس. تذكرت لما كانوا يقدموني كيف كانت الناس ما تسكت، وكانوا لما يحاولوا بدهم يقدموني ما يسمعوا ولا حدا شو بدهم يقدموني، الهتافات والصريخ والاستقبال كان لا يوصف. كنت عم غمض عيوني وعم شوف كيف شكران عم بتقدمني، وعم شوف كيف الناس عم يعمل، وعم شوف حالي كيف طالعة على الدرج، وكيف أنا بدي أوصل شوف الناس. يمكن أنا بحس كيف الناس بدي يستقبلوني، بس أنا اللي كان رح يغمى علي صراحة قبل ما وصلت على المسرح. إني أرجع عن جديد وكأني من الأول أتلاقى بجمهور حبيبي سوريا. انطلاقة كانت من هون، كانت انطلاقتي هون بكل الفولكلوريات يلي أنا قدمتها، وكانت بقاعة قاعة الجلاء يلي بتساع ألوف الناس، واستقبلوني أول مرة كأني المطربة الوحيدة الموجودة، وكنت أنا بدايات ما كتير عندي كان أغاني خاصة. طلعت بالفولكلور وبالأبو الزلف وبالعبية وبالميجانة والعتابة والدلعونة، وكان عندي أغنية فقط ألبوم يا مرحبا يا لي. عن جد ميسي، أنا بدي أشكركم وبدي أقول أنه نص الحفل نجاحها الصدى، أنا الصوت بس أنتو الصوت.